السلام عليكم، يعطيكم العافية. سامعين؟ سامعين دكتور. دكتور يعطيك العافية. طيب احنا اليوم حكينا مش راح نعمل الكويز اليوم، راح نأجله ليوم الثلاثاء. اليوم مين اللي راح أكمل السؤال اللي بلشنا فيه المرة الماضية، راح أشرحه من البداية. وراح أشرح شو أطلب منكم بكويز يوم الثلاثاء. الأصل اليوم الثلاثاء يكون موجود معك جهاز وعليه اكسل، بتعرف تشتغل عليه. بدك تحاول تدبر جهاز، اذروايز بدك تضبط امورك بآلة حاسبة، وانت لحالك تعلق آلة حاسبة. الآلة الحاسبة منطقي برضه، بتقدر تحل آلة حاسبة، لكن الاكسل شيت بتسهل عليك. بس دكتور، نعم، هسا المفروض اللي كان اليوم الامتحان بالماركوف تشين، صح؟ انا حددت وقتها، حكيت لكم مطلوب منكم على مثال تبع الفيرتلايزر بالضبط زيه. ممتاز، بس انا درست المثال كله تمام، بس انا مانيوال حليت، لانه انا اللابتوب بيها بالماك، يعني ما بينزل عليه الاكسل، او ما بينزل عليه الاكسل شيء في الاكسل. انا دربت على الاكزامبل مانيوال، حليته يعني بايدي كل شيء، بس كنت بدي اسالك اياه وقت اللي راح يكون محسوب الطلاب اللي راح يحلوا مانيوال، اللي راح يكون قصير ما راح نلحق. لا، فيش تدبر اخرى، يعني لازم لابتوب. لا، زي في واحد تليفون عنده غلط. الشاب بس اللي حكى معي اللي عنده ماك يفتح الميكروفون بس. دكتور، نزل فيرتشوال ماشين بيمشي حال. ايش اعمل؟ فيرتشوال ماشين. ونزل عليه ويندوز ونزل عليه اكسل. انا هيك عامل، انا جهازي ماك زيك. ايش انزل؟ ايش السوري، ايش انزل عليه؟ فيرتشوال ماشين. يعني كانك بدك تنزل ويندوز جوا داخل الماك. تمام، راجعني بعد المحاضره ببعث لك لينكس كيف تسوي. طيب تمام دكتور، ماشي، شكرا. بده يكون عندك نسخه ويندوز ونسخه اوفيس. طيب ممكن اسالك كمان سؤال بس يعني سريع هيك شفويا، يعني دكتور السيتي ستيت بدون اكسل، انا كيف يعني انا من الماتريكس بعرف انه ممكن اطلع السيتي ستيت، بس مش عارف شو الطريقه، مش مبين، مش واضح. تعامل مع الماتريكس، تقدر تعرف تدخل ماتريكس 3 3 بس بعرف ادخل وين على الاكسل؟ لا، على الآلة الحاسبة إذا بدك. على الآلة الحاسبة. طيب أنا ما بعرف أدخل، بس يعني ما بقدر أعرف باي 1 وباي 2 وباي 3 مانيوال، صح؟ بدون آلة حاسبة أو إكسل، صح؟ ما تقدر تحل معادلات، بدك ثلاث، يعني مينلي أكثر شيء ثلاث معادلات راح يكون، يعني معناته أنا أعتمد الستيتي ستيت أطلعها بس من إكسل، صح؟ يعني قصدي بكرة بالامتحان بالميد مثلا طلبت منها مثلا زي سؤال الجاردن، كيف بدي اطلع السيتي ستيت؟ اكسل شيت او آلة حاسبة، ثلاث سهله. حط الآلة الحاسبة، غير لماتريكس. هلا انا ممكن افرجيكم اياها كيف يعني تنعمل حتى على الآلة الحاسبة العاديه. طب دكتور فرجيني اياها بليز، لانه ماشي، يعني بقدر ادخل ماتريكس بس بعرفش كيف بدي اطلع باي 1 وباي 2 وباي 3. طيب ماشي، هلا بفرجيك. ماشي دكتور، يسلم ايديك، ثانك يو. هلا اذا الكويز يوم الثلاثاء راح يكون بالسلايدات التاليه، يعني خليني بعمل شير بس من عندي. مين اللي تعرف تحل هذا السؤال، هذا السلايد؟ طبعا المعطيات بده يكون معك هاي الماتريكس اللي تحت او اللي قبل، هي فعليا هاي كانت. وفي حدا سالني برضه بحكي لي كيف طلعنا، ما فيش فاهم شو اللي عملناه هون. هلا بشرحه مره ثانيه. اذا هون انا بالنسبه لي لما اصل ستيدي ستيت بصير الاحتماليه ثابته، فحكينا القانون انه باي تساوي باي في بي، هاي عملنا باي تساوي باي في بي، هاي عباره عن ماتريكس، هاي عبارة عن ماتريكس، وهاي الماتريكس الثاني. إذن هاي باي بس جواها 3 ستيتس، وهاي باي جواها 3 ستيتس، وهاي الماتريكس اللي البي. راح أعمل بس أول معادلة هون، كأني بدي أحكي يساوي عند الجهة الأولى، هاي هي عبارة عن باي
وهون بدي اضرب هاي الماتريسز اللي هي باي في بي بدي اضربهم في بعض، الاصل تعطيني برضو 3 3 عند هذه النقطة الأولى، هي رقم 1، هي رقم 2، هي رقم 3، أرقام بغض النظر شو هم. بنشتغل على رقم 1، رقم 1 شو تساوي؟ بدي أضرب صف بعمود، بحكي باي 1، آسف مضروب في بوينت 3، ضرب ماتريسز عادي، إذا بدي أضرب هاي في هاي، زائد هاي في هاي زائد هاي في هاي، شو بتعطيني؟ بتعطيني اي 1 اللي هي عباره عن 0.3 باي 1 زائد 0.1 باي 2 زائد 0.05 في باي 3. طيب هاي وين حطيتها هاي المعادله؟ هون. طيب هذه تساوي هاي، هاي المعادلة الأولى، إذا هاي المعادلة عملت هون باي 1 تساوي 0.3 باي 1 0.1 باي 2 زائد 0.05 باي 3، هاي المعادلة الأولى. نفس الشيء بدي أعمل للثانية للثالثة، وحكينا مجموع البايز كم لازم يكون؟ مجموع احتماليات واحد. واحد أشطب واحد منهم كريدندنت، بس هاي ما أشطبها، دائما انتبه انه هاي ما تشطب. طبعا الآلة حاسبة او على الاكسل شيت ما فيش داعي تعمل هاي العملية، هلا بسهلكوا عليه كيف تنحل الآلة الحاسبة. اول اشي خلينا نشتغل على الآلة الحاسبة، بس بدي حدا ينقل لي هاي الارقام، بدي حدا ينقل لي هاي الارقام. خليني اغير بس الشير تبعي، مبين الجهاز اللي عندي؟ ها دكتور. لا حدا يبعث لي رسائل على التكس وأنا شغال في المحاضرة. مش راح تتكبر اكثر من هيك، مبين عندكم مليح الآلة الحاسبة ولا يعني وسط؟ مبين الآلة الحاسبة عندكم؟ مبينة. مبينة دكتور. طيب ده اول اشي بدي اعمله، بدي احول المود تبعي، المود لماتريكس، بس على كلمة مود، واعتقد هاي الآلة الحاسبة الموجودة عندكم كلكم، وبدي اختار الماتريسز اللي هي رقم 6، بدي ادخل الماتريكس A. يعني من هون في الماتريكس المود تبع ماتريكس بقدر اتعامل مع 3 ماتريسز اونلي، فبدي اخزن يا ماتريكس A وB وC يا A، بدل الماتريكس B اللي هي اخزنها في ماتريكس A. شو لازم اكبس؟ رقم 1، شو السايز تبعها تبعت الجاردنر بروبلم؟ ثلاثة بثلاثة، ثلاث بثلاث، دكتور ما بتتكبر الآلة الحاسبة أكثر من هيك عندك؟ لا لا المشكلة لا ما عندي، لأني شغال على فيرشوال ماشين ومش راعطيني ال طيب إذا بدي أختار رقم 1 الآن، الماتريكس تبعتي اللي هي هيها 0.3 0.6 0.1، فبدي ادخلها رقم رقم، هي 0.3 حطينا بدل هي 0.3، بعدين 0.6، بعدين 0.1، بعدين 0.1 0.6 0.3، بعدين 0.05 0.4 0.55، هاي الماتريكس تمام؟
هي انا دخلت الماتريكس حتى اتاكد انه شغلي صح. بدي اكبس على الاي سي، بدي اكبس على شيفت، بدي اكبس على كلمه أربعة، رقم 4 اللي هي ماتريكس، وبدي اشوف رقم 3 الماتريكس اي شو هي. بدي اكبس رقم 3 بتعمل يساوي الماتريكس صحيحه. point 3.6.1 لازم اتاكد من الماتريكس اذا فيها رقم خطا. point 1.6.3.05.4.55 اذا الماتريكس صحيحه. بكبس شيفت على رقم 4 اختار رقم 3 اعطاني ماتريكس اي. هون حكينا الماتريكس اي اذا رفعتها لقوه عاليه كبيره شو بتعطيني؟ steady state بتعطيني ماتريكس اللي هي 3 في 3. بختار اول رو او اول رو او ثاني رو او ثالث رو راح يكونوا متشابهين. هون ما بتقدر تعمل اس زي هيك، بتحط مثلا على سبيل المثال رقم كبير اللي هو 1000 مثلا راح يعطيك ايرور. الاصل تعمل التالي، تعمل شيفت رقم 4 تختار الماتريكس رقم 3 اللي هي ماتريكس اي. وفي عندي تو اوبشنز، في عندي اكس تربيع، هاي شايفينها، في عندي اكس تربيع. تفضل دكتور. دقيقه. بدي اعمل بدل ما اعمل اس 2 بدي اعملها اس 3 لانه اكبر. بدي اعمل اس 3 شفت مره ثانيه، اس 3 شفت مره ثانيه، اس 3 هيك عملت اس كم؟ 333. هو عباره عن رقم كبير وبدي اعمله يساوي. رح اطول شوي رح تعطيني هاي الماتريكس. هي عندي كم نسبه ال شفتوا لاحظتوا الماتريكس كلها صارت متشابهه، الرو الاول والثاني والثالث نفس الشيء. بختار الرو الاول باي واحد اللي هي هاي القيمه، هاي باي اثنين باي ثلاث. واضح؟ طب دكتور ليش اخترنا ماتريكس ايه؟ ايه؟ ماتريكس ايه ايش بتمثل؟ لاني خزنت فيها الارقام تبعتي، تبعت البي. انت خزنتها من اوكي تمام. لو خزنتها في بي بختار بي عادي. تمام اوكي. خزنتها في سي بختار سي. تمام. هيك احنا طلعنا باي 1 وباي 2 وباي 3 صح؟ 100% بس حط رقم كبير دائما، اقل شيء حط 333. طب انا مثلا باي سؤال اعتمد 333 وخلاص؟ هلا اذا عندك الاكسل شيت، الاكسل شيت راح يحسب لك اياها مباشره، خلاص ادق شوي حتى بيكون. بس رقم 33 بالعاده رقم كبير راح يكون الجواب نفس الشيء تقريبا. تمام دكتور تمام. طيب دقيقه خليكم معي شوي بدي بس اعمل هالمكالمه. اللي معاه آلة حاسبه يجرب.
طيب واضح؟ ما في شيء. واضح استعمال الآلة الحاسبة؟ لا لا شكرا. سامعين يا شباب؟ أه دكتور سامعين. سامعيني يا شباب؟ لا دكتور سامعيني. شكرا أنا عندي موطى الصوت. سامعيني؟ دكتور سامعيني. طيب بالنسبة للحاسبة أعتقد مش صعبة، يعني حتى لو استعملت الآلة الحاسبة مش راح تأخذ وقت نفسها ونفس الإكسل تقريبا. طيب هذا السؤال هو اللي راح ينحل تكملته. طبعا بدنا نكمل السلايدين اللي بعده. اذا الامتحان راح يكون في هذول ثلاث سلايدات. كوست موديل، كوست موديل بدنا نحسب هذا الرقم اكسبكتد انوال كوست. ماشي، ممكن اطلبك الاكسبكتد انوال كوست، ممكن اطلبك ستيدي ستيت لاي واحده منهم. يعني معظم الاشياء اللي موجوده هون ممكن تنسال عنها. دكتور نعم تعطينا الماتريكس بناء عليها احنا رح نشتغل. نعم راح اعطيكم الماتريكس او اعطيكم اياها تقريبا زي هاي نفس الاسلوب هون. طيب دكتور يعني ممكن تكون كتابي ممكن تكون الماتريكس معطيك اياها مباشر. طيب دكتور ماشي، انت اذا طلبت ستيت ستيت ايش هي ستيت ستيت لاي واحده فيهم؟ يعني ممكن لستيدي ستيت بروبابيلتي ما بقدر اطلبك اياهم الثلاثة تدخلهم مع بعض، يا اما لا اي لا يا اما لباي، يعني كاني بدي اطلبك باي واحد او باي اثنين او باي ثلاث. يعني تطلبني يا باي واحد يا باي اثنين يا باي ثلاث بس هيك. او ممكن اطلبهم كلهم بس كل واحدة راح تكون في بادخال في خانه. يعني انا فاهم دكتور، ايش لها اسم ثاني تقدر تطلبه غير الباي 1؟ ايش ستيدي ستيت لايش مثلا، للجود او للبور او للفير؟ ستيدي ستيت بروبابيلتي فور جود سويل كونديشن. اوكي ماشي ماشي. هلا نكمل السؤال تبع ال، خلينا نحله نفس السؤال هذا باستعمال ايه الاكسل شيت. هلا لحد الان في ناس عندها مشاكل بالاكسل شيت. شابتر 17 ماكو شيء. هلا sometimes ما بخليك تعمل تكبس اكس هون كليك تو انتر، بيكون جايب لك شاشه صفراء هون عند الارقام تحت الارقام هون، تعمل انيبل لانه في عندي اد اونز. فاذا ما اشتغلت عندك الكبسه هون معناته في فوق شيء لازم تعمل له انيبل. انا اوريدي عملت له انيبل فراحت خلاص، لانه وضع عباره عن بلجنز بتعتبرها عباره عن سكيورتي، ممكن يعني اعتبرها انها فيروس، فانت لازم تعمل انيبل فوق. هاي الماتريكس اللي هي جود باد فير كانت شو الارقام اللي هي عباره عن 0.3 0.6 0.3 0.6 0.1 0.05 0.4 أتذكر 1.55. عملنا ثلاث هون وعمل كليك اكسكيوت. هون حطيت 8، ليش حطيت 8؟ ثمانية سيزون، يعني بدي 8 سيزون. مثلا طلبتك الاحتماليات بعد 3 سيزون شو بتعمل هون؟ بتاخذ 3 بتغير لـ3. هاي الماتريكس هي بي تو ذا باور اوف 3. هاي الاحتماليات بعد 3 سيزونز، هاي الاحتماليات تبعت السيدي ستيت. اذا اخذت واحد على السيدي ستيت بتعطيني المين ريتين تايم سميناها. فهاي الارقام ثابته دائما بغض النظر قديش عدد ترانزيشن. طيب كيف بدي احسب بدي احسب هذا الرقم على الحاسبه؟ لازم يكون عندي هاي الماتريكس. شو يعني 100؟
شو الكونديشن تبع السويل اول ما بلشت؟ جود. كان اول ما بلشت جود. هون عندي معرفه ماتريكس واحده، ايش هي الماتريكس المعرفه؟ بس اي لازم اعرف ماتريكس ثانيه بدي اخزنها في بي عند رقم 4. لما تساوي راح يعطيك ايرور، ليش مش موجوده؟ بعمل شيفت عند 4 بختار رقم 2 اللي هي الداتا، بدي اختار رقم 2 اللي هي ماتريكس بي، كم السايز تبعها؟ ثلاثة بثلاث. أنا بحكي عن الانيشال ماتريكس اللي هي 100 واحد بثلاث. واحد في ثلاث. أنزل لتحت هي هاي رقم واحد. إذن احتمالية تبعتي واحد 0 0، هيك تخزنت الماتريكس. صفى عندي 2 ماتريكس الآن، إذا عملت شيفت ماتريكس ورحت على بي شو بيكون مخزن فيها؟ عملت يساوي 100 لأن بدي أضرب ماتريكس مع بعض، فبحكي شيفت لرقم 4 بختار أول إشي ماتريكس A ماتريكس B اللي هي الانيشال ماتريكس اللي هي ماتريكس B اللي هي رقم 4، بعدين بعمل ضرب، بعدين شيفت رقم 4 مرة ثانية بختار ال ترانزيشن ماتريكس بي اللي وين مخزنها أنا فعليا؟ في A اللي هي في A اللي هي رقم 3. هيك ضربتهم في بعض، إذا عملت يساوي شو راح يعطيني؟ احنا مخزنين ماتريكس اي ثينك فيها خطا بتخزين الماتريكس، لحظه شوي هنتاكد بس من الماتريكس. 4 3 تقي في شغله ما نسيناها، بدي اختار ماتريكس بي اللي مخزنها وين؟ عند رقم 4، ضرب شيفت 4 عند 3. إذا ضربت هيك كم ترانزيشن عملت؟ واحد. واحد كم لازم الترانزيشن أعمل؟ ثلاثة المطلوب. ثلاثة، إذا P ماتريكس اللي هي A لازم أرفعها لأس كم؟ ثلاث. لأس ثلاث بعمل يساوي هاي القيمة 0.17750 نفس اللي تحت. اللي بعديها طبعا هون معطيني اياها مختصره حتى اعرف الرقم صح، بدي اكبس عليه وبشوف الرقم اللي تحت هالآلة الحاسبه. اللي تحت هي الثانيه 0.547 والاخيره 0.33525. هذا اذا بدي احسب عدد معين من ترانزيشن على الآلة الحاسبه. زي ما حكينا بالنسبه للستيدي ستيت للمره الاخيره بعمل شيفت بختار الماتريكس اللي مخزنها بي مخزنها في A اللي هي رقم 3 وبعملها لرقم عالي. حطيت الرقم كم؟ 333. أعمل يساوي، اختار أي رو من الماتريكس بتطلع عندي. هاي الماتريكس، هاي الرقم الأول، هاي الرقم الثاني، وهاي الرقم الثالث. تمام؟ دكتور الستيتي ستيت قبل يعني قبل ما تروح على إشي ثاني. أنا لو أنا طلبت منك الستيتي ستيت تبعت الجود مثلاً. كيف بدي اخذها لحالها؟ انا مش عارف اي كولوم او اي رو اخذ للجود مثلا. انت كيف مرتبهم الماتريكس تبعتك 1 و2 و3 لما عبيت الارقام عبيتهم بهذا الترتيب جود فير باد؟ فاول واحد شو بيكون؟ اول كولوم ولا اول رو؟ هلا هون شايف هاي الماتريكس؟ لما عبيت هاي الاحتماليات هاي الماتريكس هاي كانت جود لجود صح؟ طيب اذا الترتيب تبعي الجود اول بيقطع الصوت. دكتور عندك بيقطع الصوت. رجع هسه رجع الصوت. طيب اذا انا ترتيبي في الماتريكس لما دخلتها حسب هذا الترتيب كانت جود فير باد، بستعمل نفس الترتيب في الانيشال ستيت ونفس الترتيب في الستيدي ستيت. الجود اول بتكون بعدين الفير بعدين الباد.
طيب بس انا لما بطلع الستيتي ستيت للجود بستعمل ثلاث ارقام من الماتريكس يعني فاهم علي دكتور بستعمل الكولوم كامل هاي الارقام شايفها هاي تبعت واحد يعني الجود لان انا رمزت له هون واحد هاي اثنين اللي هي رقم اثنين اللي هي تبعت الفير اللي هي هاي احتماليتها وثلاث اللي هي تبعت الباد اللي هي الثلاث هون هي احتماليتها تمام 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 معناته دكتور انت اذا طلعت من الستيتي ستيت للجود انا اجباري اطلع الثلاث هيك على الاكسل شيت اه طبعا انت تطلعهم الثلاث ما بتقدرش تطلعهم لازم يطلعوا ثلاث بعدين تختار واحده لازم اطلع ثلاث اه اوكي ما بقدر اطلع واحده منهم بس لا اجباري اطلع هيك كان قصدي اه خلص اجباري اطلع الثلاث بعدين بعد تمام آه. تمام طيب نجي للمثال الاخير اللي بدنا نحله هذا باستعمال اكسل شيت الثانيه كم عدد الستيدي ستيت كانت؟ ستة انتبهتوا فوق هون طلع عندي هون enable contents شايفينها؟ مبين عندكم؟ اه مبينة هون انا ما اقدرش اكبس شايفين؟ مش راح اقدر اكبس ايمتى بقدر اكبس؟ لما احط enable هلا الان صارت جاهزة لو حطيت خمسة كليك بتشتغل ستة كليك بتشتغل ما راح اعيد الديسكربشن تبعت البروبلم المره الماضيه كان عندي مجموعه من الاحتماليات بلي انتقل من ستيت معينه شو الستيت كانت في عندي ستيشن الاولى انسبكشن الاولى ستيشن الثانيه انسبكشن الثانيه بعدين ممكن تروح على جانك ممكن تروح على جود هيك الترتيب اخذناه بدك بس على الكبسه الزرقاء اللي هون حتى بس يعبي لي هاي عبيها تلقائي هاي الماتريكس من وين جبناها الديسكريبشن تبعت هاي البروبلم حكى لي شو الاحتماليات بينتقل من ستيشن الواحد الى انسبكشن حكى لي في جزء منها راح يكون جانك كم نسبته 5% اذا 5% هون جانك البقيه وين راح يروح هو على الستيشن اللي بعدها اللي هي عباره عن انسبكشن اللي هي 90% 95% هذا في حال كانت الستيشن هون اذا عندي ستيشن 2 نفس الشيء من ستيشن 2 بتروح على الانسبكشن على الانسبكشن 2 بنسبه 95% والباقي وين بروح؟ على الجنك بعد الانسبكشن بحكي لي ممكن تروح على الجنك كم نسبة الجنك؟ 3% هون نفس الشيء ممكن تروح على الجنك بنسبة 3% والبقية راح تتوزعوا هلا الجزء الثاني ممكن يرجع بحكي لي للستيشن اللي قبلها شو قبل الستيشن قبل الانسبكشن 2 قبل الانسبكشن 2 هي عباره عن ستيشن 2 كم نسبه الرجوع الريورك 7% طيب اذا مش 7% مش جنك ولا ريورك وين راح يروح سامعيني يا جماعة ولا لا؟ سامعيني اه دكتور إذن هون عند الانسبكشن حكى لي 3% راحت على الجنك 7% راحت الروك على الستيشن اللي قبلها والبقية وين بروح؟ على جود آيتم كم ظل؟ 90% مفروض على الستيشن الأولى مش الثانية احنا اشتغلنا على الانسبكشن صح؟ على الانسبكشن 1 تمام صح اذا هون 7% هون مزبوط وهاي وين راح تروح بدل ما تروح على الانسبكشن وين راح تروح على ستيشن 2 صح
يكون مقدارها 0.9. إذن عندي في الانسبكشن الأولى ممكن تروح على الجنك بنسبة 3%، ممكن ترجع للستيشن قبل أو تروح للستيشن اللي بعدها. كم ترجع في من الريورك؟ 7%، وتكمل لقدام نسبة 9%. هلأ بالنسبة للانسبكشن 2 نفس المبدأ، أنا موجود هون، يا ما أروح لقدام يا أرجع لورا. لقدام راح تروح على الجود، ممكن يروح فيها جنك، ممكن يروح فيها ريورك. ريورك وين راح ينزل؟ على ستيشن 2 اللي هي 7%. البقية وين راح يروحوا؟ ما في شيء بعد انسبكشن 2 اللي هو فيه الجود اللي هي نسبتها كم؟ 90%. إلى جود راح أظل جود، وإذا جنك راح أظل جنك. هل الماتريكس صحيحة ولا فيها مشكلة؟ لا صح دكتور. طيب هلا حكينا شو لازم اعمل. بدي احسب i minus n واخذها انفرس. طيب حكينا هون في الاكسل شيت ما بعطيني i minus n، شو بعطيني؟ i minus i minus b. هاي i minus b. طيب وين i minus n؟ هذه الماتريكس ايش؟ هاي n، هاي a، وهذه مش راح اعلمها. هاي الايدنتيتي ماتريكس وهاي الزيرو ماتريكس حتى تتسهل عليكم. هون هاي A، هي ثانية كانت صفرة، الصفرة عبارة عن إيش؟ عبارة عن N. إذن هاي الماتريكس عبارة عن شو؟ هون لهون الخضرة. إيش هاي الماتريكس الخضرة؟ واحد ماينس N. I ماينس N. إذا بدي أعمل كوبي لهاي الماتريكس تنزلها هون. طيب إحنا مطلوب مننا نعملها إنفرس، فبنحكي أم إنفرس لهاي الماتريكس. سكرنا القوس طبعا ما مش راح أطلعها كاملة، فلازم أظلل هاي المنطقة كاملة. بعمل F2 بعدين بعمل Shift Control Control Shift Enter. إذا هاي الماتريكس عبارة عن I minus N inverse. حكالي الحالة الأولى بدي أضربها في واحد، إذا ضربتها في واحد شو كأني عملت؟ جمعتها، كأني جمعت الروز. فهون كأني بدي أعمل صم لهاي. نفس الشيء تحت. الإشي الثاني المطلوب مني بدي أضرب هذه الماتريكس في إيش؟ في A. فهون بحط M multiply ماتريكس multiply، بختار هاي الإنفرس، بعمل كوما، بختار الA مرة ثانية، بسكر الماتريكس. أجين ما هيعطيني كامل، فلازم أظلل اللي هي الماتريكس اللي هي 3 في 4 في 2 سوري. بعمل F2 بعدين كنترول شيفت انتر. طيب حكينا اذا بلش كل القطع من قبل ستيشن 1 شو احتماليه الجود؟ هون لاحظ انا شو عملت، حطيت الجنك بعدين الجود، فهون نفس الشيء احتماليه الجنك بعدين الجود، لاني انا هيك مرتبهم. اذا هاي احتماليه الجنك وهاي احتماليه الجود. في حال بلشت في الستيشن الاولى كم في عندي غير absorbing state؟ أربعة station. station 1 inspection 1 station 2 inspection 2. ففي حال بلشت من عند أعطيت القطع كلهن من عند station 1 شو احتمالية الجود؟ 83.8 تقريبا. كم؟ 84. شو احتمالية الجنك؟ 16%.
طيب لو القطاع فعليا ما دخلتهم من البدايه من ستيشن 1، وين دخلت القطاع؟ قبل الانسبكشن. يعني فعليا كاني افترضت الافتراض التالي انه كل القطاع اللي طلعت من ستيشن 1 شو مالها؟ كلها سليمه، كلها سليمه. اللي خلصت من ستيشن 1 كانها كلها سليمه. من وين بلشت اذا؟ من قبل ستيشن، من قبل الستيشن اللي بعدها اللي هي انسبكشن 1. في حال دخلت القطع عند الانسبكشن 1 يعني قبل الانسبكشن 1، بتكون احتماليه الجنك 11.6 واحتماليه الجود حوالي 88%. في حال بلشت قبل ستيشن 2 هاي الاحتماليات. في حال بلشت القطع قبل الانسبكشن 2 بتكون هاي الاحتماليه. لاحظ هون قاعد بزيد. ليش؟ لأني متأكد إنه القطع اللي دخلت على الستيشن لقدام بالفيوتشر صارت أحسن. واضح؟ واضح. طيب. إذا البداية تبعتي هون وين بلشت؟ بلشت 100 قطعة على سبيل المثال. هون كم حكي لي قطعة؟ بدنا نبلش 1000. الألف بلشت من وين؟ من قبل ستيشن 1. اذا اي احتماليات باخذ الجود والجانك؟ هاي القطع. اذا الجانك كم راح يكون من الالف؟ بحكي الف ضرب احتماليه الجانك. عندي 161 ايتم مالهم راح يكونوا خربانين من الالف، والبقيه شو راح يكونوا؟ الف في هذا الرقم راح يكون جود اللي هو 800. قاعد بنزل لتحت. طيب اذا 161 ايتم راح يكونوا جنك و 838.9 راح يكونوا ايش؟ Good. هلا بالامتحان حتى تكون بدي اتاكد انه اجابتك صحيحه. الاصل الايتم هاي من الالف نخلي الرقم بالاعشار ولا نعمل له راوندينج؟ راوندينج. نعمل له راوندينج. راوندينج لا يقرب الرقم صحيح. بس انا في الامتحان ما هطلبك هيك، راح احكي لك دخل الرقم زي ما هو. طب هذا الرقم 800 لو دخلت لي، لو طلبت الكاسة خانت عشرية، هيك الرقم صحيح 838.9، ولا هذا الرقم مقرب؟ تابعين معي؟ هذا الرقم هل هو فعلي مقرب دكتور؟ طيب بدي اياه يطلع صح، شو اعمل؟ شو بعمل بهاي الماتريكس؟ هذا السل اسحبها على اليمين شوي، بصير اوسع، بصير يفتح فيها ارقام اكثر. فانا طالبك 6 خانات عشريه، فبدك تسحب زياده حتى الرقم يبين. شوف الرقم هيك كم صار؟ صار 5 خانات. ممكن يكون في عندك خطا. هون صار 3، هون صار خانتين، هون صار خانه، هون صار رقم عشري. فبدك تسحب يا اما تسحبها توسع الخانه شوي، او تعمل كوبي تعملها بيس في محل ثاني بس بيس از فاليو، تاخذ الرقم من فوق هون لانه معطيني ايكويجن. هون شو معطيني؟ رقم. هي الرقم الصحيح كامل هي هون. واضح؟ طيب مفهوم الاحتماليات شو معناتها؟ بس دكتور عادي، بس توضح اخر شيء الميو هاي اللي قبل الانفرس اللي ضربناها بايه؟ اللي ضربناها بواحد. بس هي الاحتماليه بتمثل عندي شو؟ اللي هي مثلا عندي بالفيرست رو عندي الماتريكس تبعي جانك بعدين جود، هو نفس الشيء بضل جانك وجود. هاي الاحتماليه احتماليه الجانك وهي احتماليه الجود. هون اذا بلشت كل الايتم قبل ستيشن واحد. بس قصدي دكتور انا لما ضربنا الانفرس الماتريكس الانفرس ضربناها بواحد، بس شو الاحتمالات اللي طلعت عندي معناها؟ يعني الـ 4.02 لا اللي جنبها اللي بالنصف الميو يو. هلا راح اشرحها.
هلا ما شرحتها لسه. بس بالنسبة للإنفرس هون واضح؟ بالنسبة للاحتمالية جنك وجود عرفناهم؟ واضحة. طيب الآن بدنا نجي هون. إذا دخلت 1000 آيتم من ستيشن 1 قديش مرة راح أشتغل نفس الآيتم على إيه؟ على ستيشن 1 راح يكون 1000 ولا أكثر من 1000؟ بعد ما عملت انسبكشن 1 شو راح يصير بجزء من الايتم؟ وين راح يرجع؟ ستيشن 1 ستيشن 1 انسبكشن 1 ستيشن 2 انسبكشن 2 بعدين جانك. خلينا نحط الجانك هون. هون جود. حكينا في عندي من هون الاحتمالية، بغض النظر مش راح اكتب الاحتماليات. هاي ممكن ترجع وتروح على الجنك. ستيشن 2 للانسبكشن وتروح على الجنك. وعند الانسبكشن ممكن ترجع لورا، ممكن تروح جنك، وممكن تروح على الجود. وهذه بدها ترجع لنفسها بنسبة 1، وهي بدها ترجع لنفسها بنسبة 1. هلا اذا دخلت من هون 100 ايتم شو راح يصير فيهم هذول 100 ايتم؟ او بدي احكي 1000 احسن. راح يتوزع جزء منهم، كم جزء منهم راح يروح؟ جزء منهم راح يروح على الجنك. كم قيمته؟ وجزء راح يروح على انسبكشن 1. طب في جزء من انسبكشن 1 وين راح يرجع مره ثانيه؟ ستيشن 1. على ستيشن 1. فاذا انا في البدايه دخلت 1000 ايتم، ستيشن 1 راح تشتغل 1000 ايتم ولا اكثر؟ لانه راح يرجع بعض الايتمز اكثر. اكثر كم اكثر؟ بزيد على 1000 النسبه اللي بين بس انا بدي يروح عندي، بدي يروح عندي 95%، ومن 95% بده يرجع اللي هي 7% ريورك، صح؟ هذه النسبة بحكي لي وين موجودة؟ في هاي الماتريكس هون. ما بدي أفترض أنها 1000 لأنه الماتريكس مش واضحة، بدي أفترض أنها 100. إذا دخلت 100 آيتم ستيشن واحدة كم راح تشتغل آيتم؟ إذا دخلت 1 آيتم بحكي لي راح أشتغل 1.07 1.7% في حال إذا كان 1 آيتم. طب أنا شغال 100 شو بسوي في هذا الرقم؟ أضربه، بضرب في 100. إذا ستيشن 1 إذا دخلت قبليها 100 كم فعليا بشتغل على آيتم ستيشن 1 كم مرة؟ بعيد الآيتم عليها 107 صح؟ لأنه في عندي 7 آيتم شو راح يصير فيها؟ أوكي راح ترجع ريورك. نفس الشيء عند انسبكشن 2، انسبكشن 2 هون اذا دخلت من هون 100 راح اشتغل هون 100 ولا اكثر؟ اكثر. اكثر اكثر كم؟ 2% هون راح تشتغل 102. بحكي لي عند ستيشن 2 لانه صار في عندي جنك هاي القيمه راح تنزل، فاذا دخلت من هون 100 ما حاشتغل 100 عند ستيشن 2، كم راح اشتغل؟ 98. وعندي سبيكشن 2 كم؟ 90. طيب هذا في حال بلشت كل الايتم من هون، بلشوا ال100 من هون. طيب اذا بلشوا ال100 من هون من هاي المنطقه، متاكدتي الان انه 100 ايتم دخلوا على انسبكشن، على انسبكشن 1 دخلوا مالهم ال100 كلهم انضاف
ففعليا في عندي جزء من الانسبكشن راح يرجع على ستيشن 1. هذول المية في جزء منهم راح يرجع لورا، كم نسبته؟ تقريبا 7%. فاذا ستيشن 1 في هاي الحاله ما حشتغل عليها 100 ايتم، كان راح اشتغل كم؟ 7. الانسبكشن 1 ما حيشتغل عليها 100، كم راح اشتغل؟ 107. 107 ليش؟ لانه رجع 7 للستيشن 1 ورد رجعوا دخلوا مره ثانيه. طبعا هذه النسب مش دقيقه 100%، في عندي خانات عشريه جنبها. نفس الشيء الارقام البقيه. اذا هذه الارقام عن ايش بتعبر؟ عن القطع اللي استغرقتها كل جزء. بنسميها ايش؟ expected time in state j، يعني قديش انا بدي اضلي في هاي الستيت. فبدي افترض الافتراض التالي حتى احول، مش بديش احولها من ارقام، بدي احولها ل لدقائق. اذا كل 100 item بده يشتغل دقيقة معينة على ستيشن واحد، اذا كم بدي بلزمني وقت حتى اشتغل على ستيشن واحد حتى انتج ال 100 item؟ اذا بلشت من هون، من دقيقة هون دخل 100، دخلت من هون 100 100 item، كم دقيقة بلزمني على ستيشن 1؟ 107. 107. فهذا الرقم على ستيشن 1 اللي هون بحكي لك، هذا الرقم كأنه عبارة عن عدد مرات اللي راح أعمل ريفيزيت لنفس الستيشن. في حال كان الرقم واحد، إذا ستيشن واحد كان التايم تبعها 1 يونت اللي هي 1 مينت لسه على سبيل المثال، ستيشن 1 كم راح أقضي عليها وقت؟ مش مرة واحدة، راح أرجع لها أكثر. كم أرجع لها بنسبة كم؟ زيادة 7% على العادي. واضح؟ واضح؟ واضح لهون؟ واضح. طيب إذا الآن افترضت أنه التايم على ستيشن 1 وستيشن 2 وستيشن 3 وستيشن 4 اللي كلهم انسبكشن، في منهم انسبكشن نفس التايم هو دقيقة، قديش دقيقة راح أقضي حتى أخلص هاي الأوبريشن كاملة؟ شو بسوي في الرو؟ بجمع وكأنه جمعنا. إذا هذا الجمع عبارة عن شو؟ عبارة عن التايم. في حال كانت اليونت تايم تبعتي لستيشن 1 وانسبكشن 1 وستيشن 2 وانسبكشن 2 شو مالهم؟ 1 مينت. إذا بضرب في واحد كأني شو عملت؟ كأني جمعت الرو. طيب هو أنا بحكي لي السؤال مختلف، بحكي لي المشين واحد واثنين، المشين الأولى بأخذ عليها 20 دقيقة والثانية 30، والإنسبكشن 1 بأخذ عليها 5 دقائق والإنسبكشن الثانية بأخذ عليها 7 دقائق. برجع هون مرة ثانية، هاي 20 دقيقة حكينا، هاي 30 دقيقة، هاي 5، هاي 7. قديش بدي وقت حتى أخلص 1 آيتم إذن؟ شو بعمل؟ بضرب كل وقت بالاحتمال، يعني العدد في العدد يعني ون... لازم بس تحكي لي من وين بلشت. بلشت قبل S1. إذا بلشت قبل S1 قديش الوقت اللي راح تأخذ 1 item؟ كأنه 20 في الريال الأول 1.07 زائد الخمسة بضربها في كم؟ 1.02 صح؟ زائد 30 سكند او مينيت مضروب في 0.98 زائد 7 في 0.93. طبعا هاي الارقام تقريبيه مش صحيحه 100%، يعني عملنا لها راوندينج. في حال كان عندي 1000 ايتم شو لازم اعمل في هذا الرقم؟ هذا لو 1 ايتم شو لازم اعمل في الرقم؟ اضربه في 1000. اذا هون عملنا الاحتماليه التاليه، عندي هون
حكينا 1.07 في 20 1.025 0.9598 في 30 وعندي آخر واحدة في 7. هذه احتمالية كم آيتم؟ أطلع 1 آيتم صح؟ كديش بدي دقيقة إذن؟ كم بدي دقيقة حتى أطلع 1 آيتم؟ من يخش من الأول للأخير 62 دقيقة. إذا عندي 1000 آيتم شو بسوي في هذا الرقم؟ بضربه بألف. بضربه بألف. طيب بالنسبة إذا دخل عندي 1000 آيتم، من 1000 آيتم كم منهم راح يطلع صحيح؟ أخذنا الاحتمالية اللي هي هاي. أربعة وثمانين في المية مضروب في ألف شو بعطيني؟ 840 840 آيتم راح يطلع صحيحين، والباقي حيكون على الجنك. على الجنك. حيكونوا على الجنك. تمام. هلا أنا بالامتحان بدي أدخل الرقم بأعشاره حتى أتأكد إنه حلك صحيح، لأنه هذه الألف إذا كبرتها بتروح الخانات العشرية، فأنا بدي أفترض أنها خلاص لا في عندي أجزاء من البرودكت مش مشكلة. فإذا طلبتك تدخله باستعمال 6 ديسمال بوينت دخله باستعمال 6 ديسمال بوينت. طيب دكتور وإذا أنا طلع عندي 4 ديسمال بوينت بتخلي الأربعة الباقي بيكون صفار مهن، يعني أدخل لك إياهم صفار بالامتحان؟ دخلهم صفار. آه دخلهم صفار عادي. تمام أوكي ماشي. طيب هيك بيكون خلصنا محاضرة اليوم، بديش أطول أكثر من هيك، خلينا ناخذ حضور وغياب سريع. إذا يوم الثلاثاء راح تكون الكويز تبعنا على الماركوف شين على السلايدات اللي حكيناها. طيب دكتور هذا تطبيق كامل على الماركوف شين؟ هذا تطبيق كامل نعم. يعني أنت مستقبل مني بروجكت على الماركوف شين، بدك أطلع لك كل هاي الأشياء اللي عملناها اليوم؟ حسب التطبيق، بدي أشوف لي تطبيق مختلف الآن. إيش أنا حسب التطبيق؟ بدي أشوف لي تطبيق مختلف، في تطبيق في هلا إذا الستيت ما في عندها absorbing state. بدي أشتغل absorbing state؟ بقدر أشتغل absorbing state؟ صح. حسب التطبيق تبعك، شو المعطيات تبعتي؟ تمام. فبدي المشروع تبعك أحد تطبيقات الماركوف شين وتعمل عليها كل الأناليسز الموجودة. تمام؟ آه تمام دكتور. نأخذ حضور وغياب، راح أخلي دقيقة وبعدين راح أشيل الفور. دكتور التايم داخل بالكويز تبع الثلاثة صح؟ إيش هو؟ التايم اللي شرحته هلا قبل شوي. الضرب؟ ضرب إيش؟ ضرب الماتريسز؟ ضرب التايم. لا ما شو دخل الكويز الثلاثة؟ ما في تايم كان الكويز الثلاثة. كوز الثلاثة له علاقة بالفلترايزر، احنا الشرح اللي شرحناه قبل شوي على الابزوربنج ستيت بيختلف. في عندي اسلوب للابزوربنج ستيت حل، وفي عندي اسلوب طيب للماتريكس يعني العادي اللي هي كانت ايرجوديك. طيب دكتور يعني كوز يوم الثلاثة راح يكون على الماركوف شين اللي شرحناه يوم الاحد والثلاثة مع بعض. تمام مزبوط. اه تمام دكتور. يعني ممكن اطلبك اللي هي السيتي ستيت بروبابيلتيز. اه ممكن اطلبك التوتال كوست او الريفينيو اللي موجود من استعمال فيرتلايزر معين. طب دكتور ايش البروفيت؟ بروفيت او كوست او ريفينيو. الريفينيو بكون الكوست ناقص البروفيت. البروفيت يساوي الريفينيو ناقص الكوست. البروفيت يساوي الريفينيو ناقص الكوست. اه اوكي. الريفينيو انا بطلعه ما رح تسألنا عن الباسج تايم صح؟ نعم ما رح تسألنا عن الباسج تايم. لا ما هسأل عن الباسج تايم. لا طيب دكتور الريفينيو اللي انا بطلعه. نعم الريفينيو اللي انا بطلعه لما اضرب ال الريفينيو كان في الاكزامبل عادي معطى، كان توتال اوريدي. دكتور الريفينيو اللي هو اللي كان 450 دولار ولا اللي بيكون 250 ال 480 دولار ولا ال 250 دولار ايش فيهم الريفينيو؟ ارجع للسلايد اي رقم تحكي عنه. ال 420 ال 420 الريفينيو. ال 420 هو الريفينيو في الكيس الثانيه باستعمال الفيرتلايزر، وكانت 250 الريفينيو اللي هي اليلد انيوال يلد باستعمال نو فيرتلايزر. اه اللي هي الريفينيو صح؟
نعم 100%. طب وال 420 هي ايش نسميها؟ هاي الكوست؟ هاي 420 ريفينيو، هاي ريفينيو بس باستعمال فيرتلايزر. طيب وال 250 واحده بدون واحده بيه. يعني سنتين ريفينيو يعني هيك. سنتين ريفينيو بس الثاني ما كان فيه كوست، كان ريفينيو هو نفس البروفيت الاولى. لانه ما في فيرتلايزر، ما تكلف شيء ثاني. طب انا بالاكسبكتد انيوال ما استعملنا ال 250، استعملنا بس ال 420 وطرحنا منها الرقم اللي طلع معي ال 135. زي ما عملنا بالمحاضره هون حكى لي الديفرنس، اذا كان الديفرنس مقداره 170 اذا كان الديفرنس لحد 200 ل 170 يعني احنا شو اللي عمله هون؟ حكى 420 ناقص 250، فاذا بدي ادفع كوست اكثر من 170 دولار بصير عندي مشكله، بصير لازم يكون الرقم اقل من 170 حتى يكون شو اسمه بالضبط، ولازم تكون ارباحي اكثر من 250 عشان يكون الشيء كويس صح. ايوه تمام دكتور، استمديت شكرا. طيب رجاء من جميع الطلاب اللي ما عبوا الفورم الكويز المره الماضيه عبوه. طيب يعطيكم العافيه، بنشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء. السلام عليكم.